أربعة أشياء جنونية النرجسي مهووس بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم عائلتي الجميلة؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم نعمان زريوح في فيديو خاص. هذا الفيديو سوف يكشف عن أربعة أشياء النرجسي يفكر فيها يوميا، بل في كل دقيقة، أشياء يخفيها عنك ولكنك الآن سوف تكتشفينها. وحذاري من آخر شيء، هو قنبلة من العيار الثقيل، أخطر سر يخفيه عنك النرجسي. قبل البدء، لايك ليصل هذا الفيديو لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، وبطبيعة الحال الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي. قبل أن أبدأ أذكر كالعادة أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا أخي العزيز وضحية لامرأة نرجسية، فما عليك سوى قلب الأدوار. أول هوس للنرجسي هو الجنس. نعم، الجنس هو شيء محوري بالنسبة للنرجسي المنحرف. هنا نحن نتحدث عن الانحراف النرجسي. للانحراف شقان. الشق الأول هو السادية، أي الاستمتاع بتعذيب الآخر. والشق الثاني هو الجنس. النرجسي يعتبر نفسه إلها منزلا في هذه الأرض، يعتبر نفسه أفضل من الآخرين، والجنس بالنسبة له هو شيء ضروري، هو أمر مقدس. هو يستعمله للتلاعب، للإغراء، لصياد الفريسة وتحطيمها. أختي العزيزة، أريدك أن تشاركي معي في التعليق أسفل هذا الفيديو تجاربك المريرة مع شذوذ النرجسي، لأن النرجسي هو بالفعل منحرف، يستعمل علاقاته بطريقة منحرفة، دائما يبحث عن إذلالك، يبحث عن استغلالك أبشع استغلال، ويفرغ فيك مكبوتاته الجنسية. نعم، إنها الحقيقة، وهذا أمر مسكوت عنه من الطابوهات، ولكننا في هذه القناة دائما نسمي الأمور بمسمياتها. النرجسي هو بارد جنسي. نعم، هو عاجز، ولو أنه بطبيعة الحال يبدو غير ذلك، ولكنه في الحقيقة يكره المرأة. إنها حقيقة صادمة قد لا تتقبلينها، ولكنه يستعمل العلاقات الجنسية لكي ينتقم منك، وخصوصا عندما يحرمك منها، بل ويفرض عليك أن تمارسي علاقات بطريقة منحرفة، بطريقة أنت لا تتقبلينها، بطريقة مذلة، حتى يعطيك حقك الشرعي. إنها مأساة حقيقية تعيشها ضحايا النرجسيين، ونحن في هذه القناة نكشف هذه الطابوهات، لأننا بالفعل نعي بأن معرفة هذه الحقائق هي أمر ضروري لكي ننقذ أرواحا، وأيضا لكي نمنع النرجسيين من أن يصطادوا ضحايا جدد، لأن العديد من الضحايا يقعن بالفعل في براثن النرجسي لأنهن لا يعرفن هذه الحقائق. النرجسي مهووس بالجنس، يفكر فيه دائما في كل دقيقة، لهذا فهو خائن بالفطرة، دائما هو يبحث عن ضحايا جدد، ولو أنه في علاقة زوجية مع شريكة. هنا أتحدث بالفعل عن النرجسي الذكر والنرجسية الأنثى. ثاني هوس، ثاني شيء النرجسي يفكر فيه دائما هو المال. النرجسي قد نما منذ طفولته بشخصية مهزوزة، هو فارغ في الداخل، لذلك فاحترامه لنفسه، تقديره لنفسه، فهو يكتسبه من الخارج. وبطبيعة الحال المال هو يعطي السلطة، يعطي التفوق، وبالنسبة للنرجسي فهذا أمر لا غنى عنه. المال هو سلطة، والنرجسي كما نعلم يبحث عن السلطة، يبحث عن التحكم فيك وفي جميع المحيطين به، لذلك فهو يبحث عن المال بجميع الطرق،
ولهذا فهو بخيل، هو يحتفظ بماله وينفق من أموال الآخرين، خصوصا أموال ضحيته الرئيسية التي هي أنت. النرجسي هو واعي بأهمية المال، ولكنه يعبده ويقدسه، وهو يستعمله لاصطيادك، يستعمله للتلاعب بك، يستعمله لتشويه سمعتك، يستعمله للانتقام منك إلى آخره. بالنسبة له المال هو طريقة لكي يتحكم بك، طريقة لكي يستمد الطاقة، طريقة لكي يسيطر على الجميع، طريقة لا غنى عنها لكي يفرض احترامه أمام الآخرين. هو بدون المال لا يساوي شيئا، لأنه يحتقر نفسه، لأنه لا يحترم نفسه، ولهذا فهو دائما يتملق، دائما هو يبحث عن علاقات مع ناس أغنياء، لأنه يبحث عن المال، يبحث عن الشهرة، يبحث عن الموقع الاجتماعي. النرجسي لا يقنع أبدا ولو كان أغنى الأغنياء، لهذا فهو لن يكون أبدا سعيدا ولو كان ثريا. ثالث شيء جنوني شيطاني النرجسي مهووس به يفكر فيه دائما هو الإدمان. النرجسي مدمن بطبعه، هذه حقيقة صادمة قد لا تصدقينها، ولكنه الواقع المرير. النرجسي يكون مدمنا على مادة ما أو عليها جميعا، قد يكون مدمنا على الخمر، على المخدرات، على أدوية أو على القمار. أختي العزيزة، ألا تلاحظين في حالات كثيرة أن شريكك النرجسي قد يعاني من ضيق المادة، ولو أنه يعيش في رفاهية، ولو أن لديه منصبا عاليا، هذا لأنه يقامر. وأيضا هناك نرجسيون مدمنون على الخمر والمخدرات. النرجسي دائما يبحث عن الأدرينالين، عن أحاسيس الخطر، يبحث عن النشوة، لأنه لا يستطيع أن يعيش بطريقة سوية، لأنه يمل بسرعة، وهذا هو مربط الفرس. النرجسي دائما يبحث عن تجارب جنونية، والإدمان هو يعطيه هذا الإحساس. هو دائما يريد أن يعيش أحاسيس مختلفة عن الآخرين، لأن الحياة العادية بالنسبة له مملة، لا تستحق أن تعاش، ولهذا فهو يعيش الإدمان بجميع أنواعه. الحياة مع النرجسي المدمن هي حياة تعيسة، هي جحيم، لأن المدمن بطبعه يكون دائما في حالة نرفزة، يكون دائما مفلسا، يكون عنيفا، ويكون إنسانا متسرعا وغير مسؤول. أختي العزيزة، ولو أن شريكك لم يكن نرجسيا، إذا كان مدمنا، ففكري في الانفصال لصالحك أنت ولصالح أطفالك. رابع آخر وأخطر شيء، النرجسي مهووس به، شيء جنوني لا يصدق، هو أنت أختي العزيزة. نعم، النرجسي مهووس بك، النرجسي يفكر فيك دائما، أنت وقوده، أنت الشيء الذي لا يستطيع أن يعيش بدونه، أنت التي يريد أن يدمرها، أنت مصدر طاقته. هو دائما يراقبك، ولو لم يكن معك قد يضع كاميرات في منزلك، قد يتجسس عليك بطرق جنونية، قد يضع تطبيقات على هاتفك لكي يتتبع خطواتك، يريد أن يتحكم فيك، لأنك الشيء الذي لا يستطيع أن يستغني عنه، قد يموت حرفيا إذا ابتعدت عنه. هو يحتاجك ولكنك لا تحتاجينه. النرجسي مدمن عليك أختي العزيزة، إنها الحقيقة. أنت هوسه، أنت جنونه، أنت المادة التي يدمن عليها، المادة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها. لذلك فعندما تنفصلين عنه فهو يجن جنونه، إذا لم يستطع أن يسترجعك فهو يبحث عن ضحية جديدة بسرعة، لأنه قد يموت حرفيا. إنه الواقع المرير. النرجسي دائما يحتاجك، لأنه لا يستطيع أن يعيش مع نفسه، لأنه لا يستطيع أن ينظر للمرآة، لأنه يحتقر نفسه، لأنه يرى نفسه
تافها. أختي العزيزة تذكري هذا جيدا، أنت هو الهوس الرئيسي للنرجسي. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني. سوف أضع فيديوهات قصيرة هي الآن متوفرة على قناتي على التيك توك، سأضع رابط هذه القناة في خانة الوصف. أريدكم أيضا أن تزوروني في قناتي على تيك توك، في الوصف أيضا هناك رقم واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة. موعدنا بحول الله ورعايته يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.